كويس جدا جدا لفكرة الخناقات، وان انا اوثق الخناقة بقى على في رسالة على الموبايل. احنا كده ودخلنا في مشكلة وفي قضية. الفكرة اللي حصلت بين زوجين، يعني حاجات ما بتتصدقش. هي موظفة وجوزها كسب قضية وخد 50,000 جنيه. ليه؟ لأن هي أول ما بدأت الخناقة مع جوزها جريت على التليفون وبعتت رسالة مطولة. إحنا عندنا فكرة إن إحنا بيبقى عندنا تراكمات أحيانا، فبقى بنتكلم بقى نجيب بقى القديم والجديد، وتاخدنا الجلالة وتلاقي في نص الرسالة في سب وقصف طول الوقت والشخص مش حاسس. يا ستات يا جمال، انا عارفة ان احنا ساعات بنفقد اعصابنا، بس واضح جدا ان في ناس مثقفة الكترونيا وعلى السوشيال ميديا. دلوقتي احنا متفقين مع بعض ان في قانون بيعاقب اي حد يشتم اي حد سب وقذف على السوشيال ميديا. النهاردة الست دي شتمت جوزها، ده جوزها، ها جوزها بس هو جاحد برضو ان هو يروح لا يعمل فيها قضية جوزها اخذ اللي هي قالته على السوشيال ميديا وراح رفع بيه قضية على التليفون على من الواتساب. تليفون من على الواتساب، يعني بينها وبينه بتشتمه واتساب، بينها وبينه خلاص اخذ الواتساب ده وراح رفع بيه قضية غرمها 50,000 جنيه. فكرة ان انتوا تفتكروا ان انتوا مجرد انكوا بتبعتوا حتى من تليفون مش مؤيد، ما بقاش دلوقتي ينفع، ممكن تتجابوا باسرع ما يمكن. فخلينا نبقى ريلاكس، بلاش طول الوقت احنا بنشتم بعض، يعني بلاش حد يستفزك على السوشيال ميديا فتقوم داخل شاتم، يعني اعترض بس ما تشتمش، لان الموضوع ده ممكن يعاقب عليه بفلوس كتير جدا، لا وهم متعمدين يعاقبوا بفلوس كتير عشان وغير تتعلم انك ما تعملهاش غير تاني. فكرة العقاب ده تصرف غير خلاص إنساني بقى سيبك من وغير التصرف، بصي أخلاقي. ما البني احنا ادم يفهم الحاجتين، بعد ما تنصحيه يتعاقب. العقاب هو اجمل شيء لتعليم الدرس وعدم معاودة الخطأ، ايوه، بس احنا عشان بس نبقى مش صرحة مع بعض عايزين وانا منكوشة ليه كده. نوصل للعقاب لما احنا ممكن نقدر بتهذيب اخلاقنا لما نيجي نتعاتب ممكن نقول اسف ما كنتش اقصد بس انت اللي عصبتني. في ستات طبعها عصبية، لما تزعل ما تبعتيش رسالة، ادي لنفسك فرصة. اولا ممكن تقعدي تعدي من 1 لـ10، من 1 لـ100، اتعلمي حاجات كتير. ما بنتخلقش احنا، ما بنتولدش اصل خلي بالك ده جوزها بهدوء. زهير تعد من 1 لـ10. ايوه فين التليفونات يا ستات؟ اتخانقتي مع جوزك ابوس ايدك، ابعدي ارميه حطيه في حته تانية وخشي اعملي اي حاجه، وبعدين بيرجعي كلميه. طب فلو وماله؟ انت طب ما كلمتيه هي في التليفون لو عدت واستنيتي لما يرد وخدت تنفس يعني هتهدى. تتخانقوا، بس بلاش حاجه دوكيومنتد، على كل حال، هو بلاش فكرة دوكيومنتد. ان انا يبقى بيني وبين زوجي او بيني وبين الناس المقربين او حتى مش مقربين الفاظ غير مهذبة، فده ما لا يصحش. الليله بقى في يعني زي ما انت دي قلتي ان الراجل ده جاحد، ما هو جاحد تعالي بقى طبعا. نتكلم على الراجل ايوه هو جاحد. ده، راجل ده راجل ده ايوه لانه ما ينفعش، يغرم مراته لان دي 50,000. مراته. انت ما تفتكرش طبيبته قالت له ايه؟ الله اعلم، بغض النظر ايا ما كان، ممكن في كلمة راجل يرفع حد قضيه يشوفها بسيطة هو هي شايفها لسه كبيرة. مراته ولا مطلقها؟ لا هما يعني المفروض على حسب الخبر ان هما متجوزين مش متطلقين، انت كده وان دمرت هما الدنيا طبعا، لان هي خلاص كده يا اما انت. انت اللي تدفع 50,000 جنيه لا او ان لو عايز القصة تصالح. او ان القصة كده خلصت. على كل حال خلوا بالكم ان في رجالة اكيد، بس اكيد هم قليلين اللي هي بترفع قضايا بالرسائل دي، سهير اكيد مش دول بس رجالة، مش لو كتير. ست وست ما يا جماعة ينفعش. الفكرة مش رجالة، ايوه ما هو فكرة ما انك ينفعش تكتبي اصلا، مسج هو دوكيومنتد ما ينفعش يبقى القاموس في شتيمة. بغض خلينا النظر بقى نتفق، احنا مش بسم الله هنصدق. الرحمن الرحيم، دي معاك، خلينا بس نخلي قاموسنا خالي من الشتايم. لنفترض انها حصلت، اللي انا عايزه اقوله امسكوا نفسكوا وامسكوا ايديكوا، الموضوع ما بقاش بجد ممكن يعدي كده بسهوله. لو شتمتي ست، لو شتمتي اكتشفتي ان جوزك بيخونك فقررتي تبعتي مسج صوت او حتى مكتوبه للمراه الاخرى تشتميها وتهزيها، ممكن تاخد عليكي غرامه. وخلي بالكم الغرامه 50,000 جنيه هتدفع لا وما فيهاش استئناف. اولا 50,000 جنيه دي غرامة قليلة، في اكتر من كده. المهم ان المحكمة الاقتصادية في انا
القصة دي حصلت في هنا، حكموا بتغريب من الموظفة دي 50,000 جنيه بتهمة سب الزوج. يعني عصبية الست ممكن تكلفها 50,000 جنيه، مش بس كده أكيد الراجل. أكيد ال50,000 جنيه أو الفكرة نفسها هي هتضيع معنى الجواز بينهم خلص. اولا القصه دي العلاقه دي يا اما هو يدفع 50,000 جنيه ويروح يصالحها عشان يلم الليله، وانا شايفه انصحك بكده لو انت عايز ترجع لمراتك كده مش ظريف. فكره ان احنا نبقى متسارعين ونشتم بعض اهو واتساب، اصل انا بعت لها على الواتساب، الواتساب ده هو ودي الداهيه، الواتساب لوحده يخليك تدفعي غرامه 50,000 جنيه، لو سوشيال ميديا ممكن تعدي. فارجوكم الحياه ما بقتش ورديه زي ما انتم فاكرين، ولا كل واحد يشتم اي حد بقت ممكن تعديه. هذا الرجل رغم ان احنا مستغربين لكن ذكي، عرف يبلغ مين وهي الـ اسمها ايه دي؟ المحكمة الاقتصادية اللي هي مسؤولة عن هذا الشيء. ايوه لما بيرفع قضية سب وقذف اللي بتحكم فيها المحكمة الاقتصادية، عارف يوصل له بسرعة مع محامي على شاطر. كل حال لا بس دي اجراءات طبيعية، يعني انت بتروحي للمباحث الانترنت وبيتحول بعد كده للنيابة وبعدين للمحكمة الاقتصادية. من كتر ما انا يعني بقول بستصعب، لكن ده انا كل يوم ممكن ادفع حد 50,000 جنيه. لا اكتر في ناس بتخش لنا على الصفحات معتمده ان احنا يا اما بنت خالتها، حتى بنت خالتها ما اعرفش من بقيه عيلتها بس المقربين جدا، يعني مش ممكن. على كل حال خلينا ناخد حقنا بالادب.